نتكلم عن هذه الاعتداءات بشكل أوسع، لكن بداية نريد أن نبدأ بالاعتداء الأخير على مقر مفوضية فوج طرابلس، صحيح؟ فوج المدينة لانكشاف المشيدات، فوج المدينة أحد أفواج مفوضية طرابلس. طيب حدثنا عن هذه القضية ولماذا هذا المبنى بالتحديد؟ أعود وأكرر أن الموضوع ليس شخصي، ربما نعم. كان موضوع مبنى فوج المدينة هو القشة التي قسمت ظهر البعير، أو لنقول إنه مع يعني الاعتذار لاستخدام هذه الكلمة، هو العود اللي حرك المياه الراكدة الخاصة أو مياه العقارات الراكدة للحركة العامة للكشافة والمرشدات. نعم. المبنى هذا هناك مستثمر، لا نريد أن ندخل في الأسماء، لا داعي لها، هناك مستثمر ما ليبي مع مجموعة مستثمرين آخرين قرروا شراء مجموعة مباني كانت تحيط بهذا الفوج. الفوج طبعا يقع ملاصق لمحكمة الغزالة، الكل أعتقد أن على الأقل سكان طرابلس يعرفوا مقر الفوج. كان خلف مجموعة من المساكن، تم شراء هذه المساكن، والمستثمر كان يطمح إلى شراء قطعة الأرض بالكامل من البداية للنهاية اللي تقع بين أربع طرق فرعية. نعم. وجاء الدور عليه فوج المدينة. طبعا هذا المبنى، ستضطرني أخي الفتوري أني نرجع مرة أخرى، هذا المبنى طبعا كان مخصص أو كان تبع الدولة الليبية في ذلك الوقت، كانت الدولة تخصص لموظفيها الكبار على مستوى معين من الدرجة الوظيفية، تخصص لهم مساكن يستلموها أثناء فترة تأديتهم للعمل. نعم. مع انتهاء هذه المهمة أو انتهاء شغلة للعمل أو للوظيفة، يسلم هذا المبنى، يا إما يسلم يا إما هناك إجراءات أخرى بيتخذها مثلا الموظف نفسه في تمليك هذا العقار. نعم. وهذا ما تم في 67، تم إبرام عقد بين وزارة الإسكان أنذاك وهذا الشخص اللي هو محافظ مصرف ليبيا المركزي، وهو من عائلة البناني رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك حدثت أمور يعني لا نريد الخوض فيها حاليا لأننا لا تعنينا، أو على الأقل لا تعني المشاهد حاليا بشيء. أعيد المبنى إلى الدولة الليبية وصدرت فيه شهادة عقارية، واستمر الوضع في كما سلفت لك، قلت لك من 69 بدأ موضوع الاعتداء على هذه المقار. جينا للمبنى الآخر اللي استهدف، أول مبنى استهدف بالاستيلاء، وهذا ممكن المبنى الوحيد اللي نجد للدولة في ذلك الوقت العذر، اللي هو أغلبية الناس لا تعلم أن مستشفى الأطفال، نعم، مستشفى جلال الأطفال اللي موجود في شارع المختار هو بيت الكشاف. هذا مبنى من ضمن المباني أو من ضمن القطع الأراضي اللي أعطت أو خصصت للكشاف، وتم بناء فندق إيوائي، نعم، كان يستهدف من وراه استثمار هذا المبنى وكمصدر دخل للحركة اللي تعتمد على نفسها، ثم إمكانية استغلاله لضيوف الحركة أثناء عقد المخيمات أو المؤتمرات أو اللقاءات التي تستضيفها كشافة ومرشدات ليبيا. نعم. مقابلها كان هناك بيت للمرشدات، بيت ضيافة كذلك بنفس الطريق، هذا كان في شارع عمر المختار، وبيت الضيافة للمرشدات كان موجود في الغزال. نعم. نفس القصة، وجد الكشاف نفسه ووجد الحركة نفسها أن تأتي مجموعة من وزارة الداخلية آنذاك وتقتحم المبنى وتأخذ بيت المرشدات وتؤسس فيه او تضع فيه او يمارس فيه فرع من فروع ما كان يعرف انذاك بهيئه امن الثوره، والذي تحول فيما بعد الى مسمى جهاز الامن الداخلي، تمارس فيها مهامها واختصاصات. نعم. و
باعتبار ان البيت هذا اللي هو موضوع النقاش او ما حرك هذه المواضيع كان تحت سلطة الدولة، فتم اعطاه تسليمها وتخصيصها للحركة كبديل لبيت المرشدات، واخذت الحركة وباستلام وتسليم بين الحركة وبين هل لديكم اوراق؟